السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن استعدادات انطلاق جولة المشاورات الجديدة في جنيف وأبعاد رفض المجلس الانتقالي الجنوبي والمؤتمر الشعبي العام للمشاورات لعدم دعوتهم للمشاركة. تتجه الأنظار صوب جولة المشاورات الجديدة المقامة في جنيف السويسرية بين الأطراف اليمنية بعد توقف دام نحو عامين من آخر مشاورات عقدت في الكويت. المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات هاجم الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي مارتن جريفيث متهما في بيان المبعوث الأممي الابتعاد عن طريق الحل من خلال عدم السماح لهم بالمشاركة في المشاورات، وملوحا باستخدام القوة ضد الحكومة الشرعية وبقاء كافة الخيارات مفتوحة. الاستعدادات للمشاورات تأتي في ظل استمرار الغضب الشعبي في بعض المحافظات تنديدا بانهيار الاقتصاد والعملة الوطنية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا يمكن أن تقدمه جولة المفاوضات المرتقبة لحلحلة الأزمة؟ وأبعاد تصعيد الانتقالي والمؤتمر الشعبي لخطابهما في هذا التوقيت. نتابع التقرير. قبيل توجه الأطراف اليمنية إلى جنيف للمرة الثالثة منذ بدء الأزمة اليمنية الناجمة عن انقلاب ميليشيا الحوثي أواخر عام 2014، لا تبدو في الأفق أي مؤشرات إيجابية لنجاح الجولة الخامسة للمفاوضات. الدلائل تشير إلى أن المبعوث الأممي مارتن جريفيث لا يمتلك غير حماسه ووعود هشة لا تحتمل الصمود في وجه الأعاصير التي تمر بها اليمن. على خطى المغربي بن عمر والموريتاني ولد الشيخ يسير البريطاني في طريق محفوف بمخاطر الفشل وألغام العثرات المزروعة في أرضية المفاوضات من قبل أطراف النزاع. حدد المبعوث الأممي المدعوين للجلوس على طاولة المشاورات غير المباشرة في جنيف والتي ستتم بنظام الغرفتين على غرار مشاورات مدينة بيال السويسرية قبل أكثر من عامين، نظرا لعدم وجود أرضية مشتركة بين كافة الأطراف. تسمية المبعوث الأممي للمشاركين في المشاورات قوبلت بالكثير من السخط والاتهامات المبكرة له بالانحياز ضد أطراف تبحث عن موطئ قدم لها في جنيف، حيث اكتفى غريفيث بدعوة وفدي الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، وهي الأطراف التي شاركت في الجولات السابقة. المجلس الانتقالي الجنوبي وجناحهم في المؤتمر الشعبي العام وهما فصيلان مدعومان من الإمارات وجها رسائل ساخطة ومليئة بالتهديد والوعيد والاتهامات للمبعوث الأممي لعدم توجيهه دعوات لهما للمشاركة في المشاورات. المبعوث الأممي ذكر قبل أيام أن المؤتمر خارج المشاورات قبل أن يوجه دعوة لجناح المؤتمر التابع لميليشيا الحوثي بالمشاركة في المشاورات ضمن وفد الميليشيا، الأمر الذي أثار حفيظة المؤتمر جناح الإمارات الذي هاجم غريفيث وأعلن رفضه تلك المشاركة معتبرا إياها لا تمثل قناعة الحزب. المجلس الانتقالي من جهته فتح النار على غريفيث محملا إياه كامل المسؤولية المترتبة على عدم إشراك المجلس في المشاورات، وأكد أنه لن يعترف بأي مخرجات للمفاوضات ولن يسمح بتطبيقها على أرض الواقع. تذهب الأطراف المعنية إلى جنيف محملة بتوجهات حلفائها الإقليميين وبالمزيد من العراقيل التي من شأنها إفشال أي جهود للتقارب أو لفتح نفق في جدار الأزمة اليمنية التي تحولت لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ملفات صعبة لم تفلح سنوات الحرب الأربع في حلحلتها أو حتى جعل الأطراف المتقاتلة تراجع حسابات الربح والخسارة التي تعرض لها اليمنيون، وما زال كل طرف يتشبث بمواقفه ويعض على أصابع الطرف الآخر. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع المحلل السياسي الدكتور محمد جميح من لندن. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور، أهلا بك. في البداية دكتور، كيف تتابع ظروف دخول الأطراف اليمنية للمفاوضات؟ هل هي جاهزة؟ هل تتوقع أن تنجح هذه المفاوضات وتخرج بحلول للأزمة اليمنية؟ يا طبعا
بالشكل الحالي هي الخطوات ذاتها التي كان أو التي مشى فيها ولد الشيخ منذ المفاوضات الأولى أو أول مفاوضات أو أول دورة من المفاوضات في جنيف. هناك نوع من التفاؤل الحذر، وهناك نوع من التفاخر بأن لقاء الأطراف قد انعقد ولو لمجرد لقاء. وهناك أيضا تشابه عجيب بين هذه الجولة والجولة الأولى بأنهما اشتركتا في أنهما ستكونان، وأن هذه الجولة ستكون غير مباشرة، المفاوضات فيها غير مباشرة كما كان الحال في الجولة الأولى في جنيف. هل هو إعلان للفشل قبل بدء المفاوضات دكتور محمد؟ هو كما جاء أن الوفدين لن يلتقيا إلا في الجلسة الافتتاحية بطبيعة الحال، بحكم أن الجلسة مراسمية لابد من حضور الوفدين. ربما يحضر أمين عام الأمم المتحدة، وأمين عام الأمم المتحدة السابق قد حضر جلسات جنيف واحد. لكن أنا أعتقد أنه هناك مؤشرات كثيرة على الفشل. أولى هذه المؤشرات أن هذه الجولة لن تبحث في الخطوات السياسية، خطوات إنهاء الحل، إنهاء الحرب حسب ما أعتقد وحسب ما صدر اليوم، لأنهم ثبت أن الملفات الثلاثة التي ستبحث هي ملف الأسرى والمعتقلين وفتح ممرات للإغاثة الإنسانية ومطار صنعاء. وبالتالي كل هذه هي من أعراض الحرب وليست الحرب ذاتها ولا المشكلة ذاتها. وبالتالي لا أعتقد أن الحل سيتطرق أو المفاوضات ستتطرق لحل سياسي، وإنما العودة لإجراءات بناء الثقة. هذه الإجراءات تم اعتمادها كما تعلم أخي العزيز في جنيف 2 الذي كان في مدينة بيل بسويسرا. نعم. وكان الأساس أن لا يذهبوا إلى مؤتمر جنيف 3 الذي كان في الكويت أو مؤتمر الكويت إلا بعد أن تنفذ إجراءات بناء الثقة التي اعتمدت في جنيف 2، لكن ذلك لم يكن. وبالتالي هم اليوم لا يبنون على ما انتهينا إليه إنجاز التعبير، وإنما يبنون أو يبدأهم من الصفر. لأن هذه الإجراءات التي يناقشونها الآن تم بحثها من قبل، وكان هناك مقررات في جنيف 2 هي إطلاق الأسرى والمعتقلين، تشكيل لجنة أمنية وعسكرية من أجل مراقبة وقت إطلاق النار، وكذلك فتح الحصار عن محافظة تعز كما في حينها، وكل ذلك لم يكن. طيب. إذن هذه الجولة لا أعتقد أنها سيكتب لها النجاح، وهذا يعني ربما كان إجماع بين جميع المراقبين والمتابعين للشأن اليمني، لأن هذه الجولة هي جولة مراسمية أكثر منها جولة جادة لإيجاد حل. نعم دكتور، كيف تنظر إلى واقع الاحتجاجات ودعوات المجلس الانتقالي في الجنوب لرفض المشاورات بدعوى أنهم لم يتم استدعائهم لحضور هذه المشاورات والمشاركة فيها؟ أنا أعتقد أن بالنسبة للمجلس الانتقالي لديه مطالب أعتقد أنها بدأت تتضح. هذه المطالب لم تعد فيما يخص مطالب استقلال الجنوب، أنا لا أعتقد ذلك. المطالب هي ربما تكون مطالب حزبية أو فئوية تخص المجلس الانتقالي ذاته. كان هناك خلال الفترة الماضية نوع من المغازلة والغزل السياسي بين الشرعية وبين المجلس الانتقالي. حاول هذا في المجلس الانتقالي امتداح الرئيس هادي والشرعية لأنه كانت تجري بعض المفاوضات غير رسمية من أجل ضم المجلس إلى الحكومة ومنح المجلس حقائب وزارية. انتهى هذا الأمر إلى لا شيء. النقطة الأخرى أنه اجتمع عيدر الزبيدي بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في عمان، وكان المؤمل أن ينضم الفريق من المجلس الانتقالي للمفاوضات يمثل الجنوب، لكن ذلك المطلب قوبل بالرفض التام من قبل مبعوث الأمين العام. والفشل في هذين الملفين في الانضمام للحكومة وفي إيجاد أو في السماح لفريق يمثل المجلس الانتقالي على اعتبار أنه الممثل الوحيد للجنوب إلى مفاوضات جنيف، الفشل في هذين الملفين أدى إلى مزيد من الاحتقان، والذي فجر أعتقد الوضع في بإخراج العشرات هنا وهناك في عدن وفي الضالع وفي الحبيرين وغيرها من المناطق. لكن الجديد اليوم أن هذه المظاهرات تعدت السقف المعتاد، و في أصلا مظاهرات كانت مطلبية لاحتجاجا على تهاوي سعر الصرف بالعملة اليمنية، لكن هتفوا اليوم هتافات ضد السعودية، ضد العاهل السعودي تحديدا، وهتفوا أيضا ضد التحالف، في إشارة إلى أن المجلس الانتقالي في تصوري يمر بمرحلة من الإرباك، هو يحرج حلفائه طيب دكتور ويحرج التحالف العربي بهذه الشعارة. نعم. ابقى معي دكتور محمد، نشرك معنا في الحديث نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الأستاذ منصور صالح. مساء الخير أستاذ منصور. مساء الخير.
مرحبا بك أستاذ منصور. إذن تصعيد كبير في المحافظات الجنوبية، وهناك من يقول بأنها يقف وراءها هو المجلس الانتقالي رفضا للمفاوضات المقبلة التي استثنت فيها وفد من الحراك الجنوبي أو من المجلس الانتقالي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في ثانيتين أو في أقل من نصف دقيقة أريد أن أعقب على ضيفكم الكريم الذي قال أنه ما يحدث هو رد فعل على أنه انتهاء أو فشل مشاورات مع الحكومة بين المجلس الانتقالي والحكومة لمنح المجلس بعض الحقائق. أشير إلى أنه المجلس كان يتولى ثمان أو ست محافظات جنوبية وتركها بمحض إرادته رغم كل التحذيرات التي منحت في المحافظين الجنوبيين الذين انضموا للمجلس، فضلوا المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة بعد أن غسلوا من أيديهم منها بعد أن فاحت ريحة فسادها وعبثها وعدم قدرتها على إدارة الشأن العام. المفاوضات أو حالة الغضب التي تجري اليوم هي أولا كانت في البدء وما زالت حالة عفوية تعديل عن حالة الانهيار الكلي في أوضاع في معيشة الناس، انهيار صرف العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية، الجوع، عجز الدولة عن صرف المعاشات، عجزها عن توفير الخدمات العامة، هذه حالة شعبية وعبر عنها يعني أوضح تعبير هذا الخروج الكبير لكل الناس، من يفهم في السياسة ومن لا يفهم، صاحب القضية وغير صاحب القضية. نعم، يعاني الأوضاع وصلت إلى مرحلة لا يمكن. يعني أفهم من كلامك أنه لا علاقة للمجلس الانتقالي بهذه الاحتجاجات ولا يدعمها؟ المجلس الانتقالي الجنوبي كان ولا زال وسيظل مع مطالب شعب الجنوب، هو مفوض للقطاع الأوسع من الشارع الجنوبي، وأي شيء يعني الشارع الجنوبي ويمس مصالحه هو في صميم اختصاص ومهام المجلس الانتقالي الجنوبي. لا 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 انقسام لدينا بين مهام المجلس الانتقالي الجنوبي ومصالح الشعب. نحن المجلس الانتقالي دائما مع هموم يقف في مع مطالب الشارع الجنوبي وسيحمي الشارع وسيوفر كل ما لديه من امكانات لانتصار هذه الحالة من طيب. الغضب التي ينبغي أن تسوق في إقالة هذه الحكومة الفاسدة وتحسين الأوضاع المعيشية للناس. ما هي مطالبهم إذن؟ المطالب هي في الوقت الحالي بعيدا عن تدهور العملة والاقتصاد، هي مطالب كل اليمنيين. هل هناك مطالب أخرى أقصد يتبناها المجلس الانتقالي؟ بالنسبة لا، المجلس الانتقالي الجنوبي ككيان سياسي وحامل القضية الجنوبية مطالبه هي إضافة إلى تحقيق تطلعات الشارع الجنوبي في حياة كريمة، حياة آمنة كما أشرتم، هي مطالب كل الشعب في اليمن شماله وجنوبه. لكن بالنسبة كقضية سياسية هي قضية واضحة يحملها المجلس الانتقالي الجنوبي وهو الامتداد الحقيقي والأساس للحراك الجنوبي والمطالب باستعادة الدولة الجنوبية والحل العادل والمرضي لهذه. نعم. إذا كان هذا السقف هو إسعادة الدولة الجنوبية كما تقول أستاذ منصور، إذن لماذا تريدون المشاركة في المفاوضات التي تتبناها الأمم المتحدة وسقفها هي المرجعيات الثلاث التي من أساسياتها الحفاظ على أمن ووحدة اليمن؟ المرجعيات الثلاث هذه المطلوبة الكبرى التي لا ندري هذه الحكومة تضحك على ذاتها أم تضحك على الآخرين بمجرد اشراك الحوثيين في هذه المفاوضات والاعتراف بهم. نعتبر هذه المرجعيات قد سقطت الحكومة الشرعية للأسف بقبولها المشاركة التفاوض مع الحوثي كسلطة أمر واقع. هي تجهد كل الانتصارات التي تحققت في المحافظة الجنوبية وباقي المحافظات، هي تريد أن تعيد الحوثي الذي أخرجه الجنوبيون من الباب لتعيده من النافذة كشريك في السلطة، وهذا أمر مرفوض. لا لا، إذا كان الموضوع بهذه الصورة أستاذ منصور، إذا كان الموضوع بهذه الصورة التي تحدث عنها، إذن أنتم ربما تعملون خارج إطار ما
يتبناه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل عام، وتغردون خارج السرب كما يقول المثل. الشعب الجنوبي لديه قضية سينتصر لها في مواجهة كل العالم، في مواجهة الأمم المتحدة وفي مواجهة التحالف وفي مواجهة الشرقية وفي مواجهة أي قوة تريد أن تحدث تطلعاته. لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل أو التراجع عن تحقيق هدف وتطلعات نعم. الشارع الجنوبي. إذا نحن نتحدث عن قضية سياسية، مسألة المرجعيات هذه نقول أنها في حكم الميتة مخرجة طيب. الحوار لا تعني الجنوبيين، القادة الخليجية الجنوب ليس ممثل بها. القرار 2216 هذا القرار الذي ولد طيب. ويتفاوض الحكومة نعم. اليوم على دفه مع الحوثيين. طيب أستاذ منصور ابقى معي، أعود للدكتور محمد جميع. دكتور محمد، إذا المرجعيات الثلاث ربما يعني هي بحكم الميت وهي كذبة لا يمكن أن تنفذ في ما يخص الأزمة اليمنية، كيف تعلق على ما قاله الأستاذ منصور نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي؟ أنا أعتقد أن يعني من حق المجلس الانتقالي أن يطرح ما يشاء، لكن في الحقيقة أننا محكومون بواقع. هذا الواقع يعني أن هناك مرجعيات ثلاث معترف بها في الأمم المتحدة، ولا يمكن الذهاب بعيدا بمواجهة العالم. يعني تسعى إلى خطاب يتبنى مطالب حقيقية تعاني منها في الجنوب ويعاني منها الناس في الشمال كذلك. هذا الخطاب ينبغي أن يكون عقلانيا لا تصادميا، بحيث يكون منسجما مع الشرعية الدولية ومع الشرعية الوطنية الداخلية. أما نفس كل هذه المرجعيات فأنا أعتقد أن هذا ينم عن يعني توجه عاطفي أكثر منه نوعا من التفكير العقلاني أو السياسي السليم. وإذا كان الأمر كذلك، هذه المرجعيات لا تعني الإخوان في المجلس الانتقالي، فلماذا حرص رئيس المجلس الأخ علي دروس الزبيدي على أن يقنع مبعوث الأمين العام على بمشاركة وفد من المجلس إلى مفاوضات جنيف وهو يعلم بأن مرجعية هذه المفاوضات هي المرجعيات الثلاثة؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، أنا أعتقد أننا في اليمن في الشمال والجنوب لدينا مطالب ولدينا مشاكل متشابهة، تشابهت مشاكلنا وتشابهت مطالبنا، وبالتالي يفترض في هذا الظرف الحساس أن توحد جميع المطالب من أجل دحر الانقلاب الحوثي، لأن القول مطالب فئوية أو مناطقية أو جهوية هو يؤجل المعركة نعم. الحسم مع الحوثيين، التي كما صرح الأخ نائب المسؤول الإعلامي في الانتقالي بخشيته من عودة الحوثيين. هذه الأعمال التي تكون هنا وهناك هي تؤجل حسم المعركة ضمن عوامل أخرى تؤجل نعم. حسم المعركة. طيب دكتور محمد، يستفيد من الحوثيون نعم. دكتور محمد، سؤال أخير، كيف تقرأ الاحتجاجات التي خرجت في المحافظات الجنوبية ولأول مرة تطالب برحيل التحالف العربي وتتهمه بأنه لم يأتي لخدمة الشعب اليمني ولا يأبه لكل الأزمات التي حلت به سواء اقتصاديا أو معيشيا وغيرها؟ ربما هي أول مرة نسمع مثل هذه الشعارات. من ضمن التفسيرات المضحكة لهذه الشعارات التي صدرت من بعض أعضاء وقياديين في المجلس الانتقالي بأن وراء هذه الشعارات تركيا وقطر، يعني هذه شعارات، هذا كلام مضحك، لأن المتظاهرين الذين تظاهروا في الضالع أو في الحديدين أو حتى الذين خرجوا في عدن هم أولا انطلقوا على أسس مطلبية، ثانيا هم قريبون من المجلس الانتقالي، ربما كانوا جمهور المجلس الانتقالي، وهم بالمناسبة ليسوا عددا كبيرا في هذه النقاط الثلاث. لكن أن يقال بأن هذه الدولة أو تلك وراء رفع هذه الشعارات، صحيح أن قطر ربما لا تريد أن يستمر التحالف، ربما بعض القوى لا تريد أيضا استمرار التحالف في اليمن، لكن إقحام اسم قطر وتركيا في هذا الوضع أنا أعتقد أنه مضحك ومخجل ومزري لهؤلاء القادة نعم. الذين يعدون من قيادات المجلس. لكن في تصوري أن هذه الشعارات التي رفعت اليوم تحمل رسائل سياسية، هي نوع من الحنق على عدم إدخال مجلس الانتقالي بوفد مفاوض إلى مفاوضات جنيف، وهي كذلك ربما تعبير عن نوع من الإحباط من أداء الحكومة اليمنية وعدم تلبية مطالب المجلس الانتقالي. ولكن في هذا الخصوص أنا أقول بشكل واضح بأن على المجلس الانتقالي إذا ما أراد النجاح لمشروعه وأراد النجاح
لمطالبه. نعم. عليه أن يعترف أولا بأنه ليس الممثل الوحيد للناس في الجنوب، وأنه أيضا يعني جزء من مكونات سياسية أخرى، ولا يمكنه كما تحدث الأخ بأنه حامل القضية الجنوبية، لأننا لا نستطيع أن نقول بأن المجلس الانتقالي يمثل إرادة الجنوبيين إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون هذا المجلس منتخبا انتخابا ديمقراطيا، وهذه الانتخابات لم تجري، لأننا نعم. هنا في بريطانيا على سبيل المثال لا يستطيع رئيس الوزراء البريطاني أن يقول بأنه نعم. يمثل جميع البريطانيين وهو منتخب، لأنه نعم. يعرف أن الانتخابات نسبية. شكرا لك دكتور محمد. المجلس الانتقالي نعم. لم يكن منتخبا. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، كنت معنا من لندن. وأرحب الآن بالأستاذ أديب الجناني، ولكن قبل أن يبدأ معنا سأعود للأستاذ منصور ليجيب على بعض النقاط التي طرحها الدكتور محمد جميح وأيضا التي يتساءل عنها الكثير. أستاذ منصور، يعني موقفكم أنتم أول في المجلس الانتقالي من الشعارات التي رفعت في المظاهرات والاحتجاجات للمنتمين للحراك الجنوبي وتطالب برحيل التحالف العربي. اولا اود ان اعلق على ما قاله الدكتور محمد. استاذ منصور باختصار علق، ولكن باختصار لان الوقت ضيق. نعم، تحدث قال اننا في معركه ينبغي ان تتوحد فيها كل الجهود. نحن خلال 3 سنوات المقاومه الجنوبيه والمجلس الانتقالي الجنوبي ساروا واوقفوا كل مطالبهم في سعيا لحسم المعركه ضد ميليشيا الحوثي، وهم اليوم في داخل الحديده وعلى وشك اقتحامها. نعم، هذه الحكومة التي ظلت تقاتل الحوثي 3 سنوات وتستحق أنها تقاتله. نعم. هي اليوم ربما هذه 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 حقائق لا أحد ينكرها. أستاذ منصور، أجبني على سؤالي الآن، موقفكم في المجلس الانتقالي من الاحتجاجات التي لأول مرة تطالب برحيل التحالف وتتهمه بأنه وراء كل الأزمات ولا يأبى لمعاناة الشعب اليمني؟ لا احد في الجنوب في عقل يطالب برحيل التحالف العربي، لانهم هم شركائنا في هذه المعركه، وهم من وقف الله جوارنا، ولولاهم ما تحققت هذه الانتصارات في التعاضد والمساعده مع قوات المقاومه الجنوبيه وباقي فئات الشعب. نعم. الجنوبي. اذا من خرجوا بهذه الشعارات في المواقف الاحتجاجيه لا تمثل المجلس الانتقالي ولا لهم علاقه ولا علاقه لكم بهم. بالتأكيد هي لا تمثل وليست من توجهات الشارع، وإذا كانت هناك عمليات اختراق أو محاولات. قبل قليل تقول نعم أستاذ منصور، قبل قليل تقول أن هذه الاحتجاجات هي يعني في إطار توجه المجلس الانتقالي وأنتم تدعمونها الآن. نعم. عندما تحدثنا عن الشعارات التي رفعت تقول هي لا تمثل المجلس الانتقالي ولا تتبنوها. نعم. يجب عدم التناقض فقط. لا يوجد أي تناقض هناك، نحن نتحدث عن حالة غضب شعبية واضحة تطالب بإسقاط هذه الحكومة. هذه هي الحركة الشعبية الواسعة التي سيظل المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جوارها وسيدافع عنها وسيحميها وسيوفر لها كل عوامل النجاح. هناك محاولات للعب أو محاولة لحرف مسار هذه الثورة من بعض الجهات أو من بعض وسائل الإعلام باتجاه التلاعب بالشعارات التي يقال أنها ترفع، وهذا أمر حتى نعم. من وجد فهو لا يعبر عن توجهات الشارع الجنوبي. الشارع الجنوبي مطلب نعم. واضح وأصبح هذه الحكومة الفاسدة. أستاذ منصور، إذا اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث الصحفي أديب الجناني. مساء الخير أستاذ أديب. مساء النور عليكم وعلى المشاهدين الكرام. أستاذ أديب، أنت كيف تراقب الموضوع بشكل عام، هذه الاحتجاجات في عدن وأيضا مستقبل المفاوضات التي استثنت الحراك الجنوبي؟ بالنسبة للمجلس الانتقالي عفوا المجلس الانتقالي نعم بالنسبة للاحتجاجات التي خرجت إلى الشارع اليوم هي احتجاجات عفوية شعبية عفوية، ولكن في ظل البيان الذي أصدره المجلس الانتقالي أتت إلى إحباط المطالب هذه وإخراجها من مطالب حقوقية إلى المربع السياسي، يعني خارج اهتمام قضايا المواطن. فالانطلاقة هي كانت عفوية ونتيجة الأوضاع الصعبة التي يعيشها يشكو منها المواطن، خاصة هنا في يعني في محافظة عدن وبقية المحافظات بشكل عام. ف يعني نحن رأينا أن المجلس الانتقالي اليوم أصدر هذا البيان بعد ما تم رفضه من المشاركة في المفاوضات القادمة، فلجأ إلى استخدام الشارع، فلذلك هو اليوم يتحمل اي شيء يحدث مثلا، فهو المسؤول الاول لانه تبنى هذه المظاهرات يعني الاعتصامات وقال انه سيحميها وانه سيحمي المتظاهرين، فلذلك يعني الذي يحدث اليوم هو كان في البدايه عصيان مدني ونجح بشكل 80%، ولكن لو اتينا للنتائج فالعصيان المدني او الاحتجاجات هذه نعم. تكون ناجحه عندما تكون في موجود دوله، ولكن نحن اليوم في العاصمة المؤقتة عدن لا يوجد رئيس الجمهورية ولا توجد الحكومة ولا يوجد حتى محافظ المحافظة، فلذلك
تبني المجلس الانتقالي لهذه الاحتجاجات أتى لإحباط مطالب الناس بظل الوضع الذي يعيشونه. نعم أديب ابقى معي، عودة أخيرة للأستاذ منصور صالح. أستاذ منصور صالح، إذا الآن في ظل يعني هذا الوضع القائم الآن، هذه الاحتجاجات الآن في الجنوب، أيضا بيان المجلس الانتقالي شديد اللهجة والذي ظهر فيها التصعيد ضد الحكومة الشرعية، أيضا موقف الأمم المتحدة الثابت الذي يعني سقفه هو المرجعيات التي يعني ربما تقف ضد المطالب التي يطالب وينادي بها المجلس الانتقالي الآن الجنوبي، ما الذي لديكم وما الذي ممكن أن تصل إليها الأمور في الجنوب؟ نحن أولا يجب أن نعرف أنه هذا ليس موقف الأمم المتحدة، لكنها تعرضت لضغوط كبيرة من قبل الحكومة ومن قبل الحوثيين، وبالتالي جريفيث يفضل أن يكسر طرفين ويخسر طرف باعتبارها أهون للخسائر، لأنه الحوثيين والحكومة اتفقوا أن يكون موقفهم واحد من قضية شعب الجنوب، وهي الاستمرار في نهب ثرواته وفي احتلاله وفي تمرير المشاريع المرفوضة شعبيا في الجنوب. ما لدى الشارع الشعب الجنوبي وما لدى المجلس الانتقالي الجنوبي هو الكثير، بل هو كل شيء لديه خاصة ما يتعلق في الجنوب. لا حلول كما جاء في البيان إلا بموافقة المجلس الانتقالي الجنوبي على لا قبول بأي مخرجات لهذا الحوار ما لم يكن المجلس الانتقالي طرفا فيها وتعبر عن تطلعات الشارع الجنوبي. عدا ذلك نعتقد أنه نوع من العبث ونوع من إضاعة الوقت، لا يوقف حربا ولا يوفر أمنا ولا استقرارا ولا يوفر أي حلول يمكن لهذه القضية التي طال أمدها. هناك حالة من العبث، حالة من اللعب تمارسها الحكومة، تريد استمرار مصالحها، تريد استمرار نهب ثروات البلد وتريد العبث، وهذا أمر غير مقبول ولا يمكن القبول به جنوبا. نعم نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الأستاذ منصور صالح، شكرا جزيلا لك أستاذ منصور. وأعود للصحفي أديب الجناني من عدن. أستاذ أديب، الآن في ظل ما هو حاصل الآن في عدن والتصعيد هذا المتواصل في بعض المحافظات الجنوبية، برأيك إلى متى سيستمر على هذا الحال؟ بالنسبة للاحتجاجات هي لن تستمر طويلا، لأنه لم يكن هناك تبني المطالب هذه يعني صادر عن نقابات تبنت هذا الموضوع حتى أنه يستمر، ولكن كانت فيها مطلب عفوي، يعني خروج الناس عفويا لهذه تلبية لهذه الاحتجاجات أو العصيان المدني، يعني لن تكون هناك في إصلاحات عاجلة قريبة يعني يلمسها المواطن حتى أنه يستطيع التوقف عن هذه الاحتجاجات، لكنها لن تدوم لأنها لم تكن ذات يعني لها استراتيجية واضحة أو تبنتها منظمات حقوقية حتى أنها تستمر يعني. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أديب الجناني الصحفي، كنت معنا من عدن، وكنا نتمنى أن تكون معنا من قبل حتى نعطيك وقت أكثر لكن لضيق الوقت. شكرا لك أستاذ أديب، والشكر أيضا للدكتور محمد جميح وكذلك لنائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الأستاذ منصور صالح. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.